السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. دي مش حلقة ولا أي بتنجان، دي بس حاجة كده حابب أوضحها للناس كلها اللي بتسأل ليه أنت ما كنتش بتنزل فيديوهات زي الأول، ما ليه بتنزل فيديوهات كل يوم، ولو أنت بتعمل أي حاجة من الحاجات اللي كنت بتعملها قبل كده. ده مع اختصار الرابط طبعا، ده بسبب شيء معين بس إيه عايز أوضحه للناس كلها، للناس اللي بتسأل على الموضوع ده أو الناس اللي هتستغربوا جدا في الفترة الجاية اللي القناة بتتغير. في حاجة اسمها مستوى القناة، في حاجة اسمها ان انت لما القناة بتاعتك يبقى في مستوى معين، مستوى مشتركين معين، مستوى مشاهدات معين، ان انت ما تنزلش بالمستوى ده. ده اللي انا بحاول اعمله في الفترة دي. هتقولي انت بتحاول ما تنزلش بالمستوى ان انت ما تعملش فيديوهات اصلا؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع هو انك لما تيجي تعمل فيديو لازم فيديو بيساوي مستوى القناة. فبالتالي انا صوتي يتغير لان انا تعبان شوية. مستوى القناة بتاعتي دلوقتي يعتبر كويس، قربنا على 50,000، بدأنا بنجيب مشاهدات، مش عارف ايه، الدنيا بدأت تمشي، فمستوى القناة كويس. فانا ما اروحش بقى اعمل كمية فيديوهات كتير ورا بعض والفيديوهات دي مش حلوة او فيديوهات عادية وما بتجيبش مشاهدات او ما تظبطش، الموضوع ما تمشيش مع بعض. يعني مستوى القناة اللي يبقى عالي يبدأ ينزل عشان يبقى مع مستوى الفيديوهات اللي انا بعملها، فالموضوع هيبوظ خالص وارجع اجيب 1000 مشاهدة و2000 مشاهدة والحوار يبوظ خالص. فهمتوا؟ ده بس اللي مخليني مش قادر انزل فيديوهات دلوقتي، ومخليني برضو ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات بسبب الموضوع ده بالذات، ان انا مش عايز انزل بمستوى القناه باي شكل من الاشكال. ان انا عايز افضل مستوى القناه يبقى عالي، عايز افضل اجيب مشاهدات كويسه على الاقل 5000 مشاهده في الفيديو. ده حاجه انا عايز اعملها، الفيديو ده مش من ضمن الفيديوهات فبالتالي مش هيجيب ال 5000 مشاهده. بس الفكره ان انا عايز افهمك اول الموضوع ده. الناس كانت متعوده ان مصطفى بينزل 5 فيديوهات في الاسبوع، 4 فيديوهات في الاسبوع، بشكل على الاقل 3 فيديوهات، ده يعني اقل حاجه خالص بينزل 3 فيديوهات في الاسبوع. لكن دلوقتي مصطفى بيقعد اسبوع وينزل فيديو، اسبوع ينزل فيديو، اسبوع ينزل فيديو. لا، ده مش هيتكرر كتير في الفتره الجايه، ولكن هنزل 3 فيديوهات، ممكن 4 فيديوهات، ولكن هفضل مصمم ومصر على ان اعلى بمستوى القناة اكتر لحد ما نوصل 100,000 ونعدي الموضوع ده. فلم عشان نوصل 100,000، عشان نعدي الموضوع ده، لازم ابقى على قد مستوى القناة ما بيعلى، لازم انا كمان اعلى معاه. بطور المحتوى، بطور من المعدات، بطور من كل حاجة، لكن انا نفسي لازم اتطور ولازم اعلى اكتر عشان اقدر امشي مع مستوى القناة طول ما هو بيعلى. لازم المحتوى يعلى، مش مجرد تطوير المحتوى هو الشكل، لا مش ده خالص. الموضوع تطوير المحتوى هو انك تعلى، تعلى انت كمان بالمحتوى ده، تعلى بالطريقه، بالشكل، بالموضوع كله في المحتوى. تمام؟ ده يعني جزء من تطوير المحتوى، تطوير المكان، تطوير الحاجات اللي انت بتصور بيها، الكواليتي وكل الكلام ده، ده تطوير المحتوى. لكن تطوير الكونتنت نفسه، الطريقه نفسها، والمحتوى اللي بتشرح والكلام اللي بيتقال، ده ضروري جدا عشان تعلى بمستوى القناه او توازي على الاقل مستوى القناه في المشاهدات والمشتركين. لو فضلت امشي على موضوع اختصار رابط، موضوع ان انا اقعد اتكلم عن شويه مواقع ساعات بينصبوا كتير ومواقع كتير بتقع، لان دي ناس معاديه مش قدها، دي ناس مش قد الموضوع ده، عشان كده ناس كتير قوي تزعل، ناس كتير قوي تستغرب، مصطفى ما عادش تقبل الشغل بتاعنا، مع مصطفى ما عادش بيقبل شغل، مصطفى ما عادش بيعمل، ما عادش بيرد علينا، ما عادش. انا ما بردش على الناس دي او الناس اللي بتطلب مني شغل وكده، الناس دي انا ما عادش ارد على ناس كتير، بسبب ان انتوا مش قد اللي انتوا بتعملوه. انتوا ناس بتيجي حصل مشكله في ادسنس، ادسنس اتقفل، الموقع اختصار رابط، الموقع اتقفل، مش هيدفع بقيه الفلوس للناس، الدنيا باظت. انا مش عايز كده، وما كنتش عايز البس الناس اللي بتتابعني، الناس بتتفرج عليا، الناس اللي واثقه فيا في الموضوع زي ده. عشان كده ما كنتش بقبل اي شغل غير من الناس انا واثق فيها 100% ان هم هيكملوا، ان هم هيدفعوا، ان هم هيظبطوا الدنيا دي خالص، او طبعا من ناس طبعا واضحه قوي يثبتوا ليا 100% ان الناس دي معاها فلوس، والناس دي تقدر نكمل، والناس دي هتقدر انك تكمل يعني وتعمل موقع كويس. او طبعا موقع زي اللود يو ار ال اللي شرحته قبل كده، الموقع ده انه قديم، موقع صاحب الموقع شخص محترم، قديم الموقع، ترتيبه كويس، بيدفع من زمان جدا، فبالتالي الموقع لو عايز زق لقدام فقشطه نعمل له فيديو، مفيش اي مشكله. اما مش يجي واحد عايز يعمل موقع ولسه مش عارف معاه 1000 جنيه ولا 2000 جنيه عايز يعمل بيهم موقع، مفيش الكلام ده، ده ما عادش هيحصل عندي على القناه ابدا. تمام؟ بس دي الفكره كلها، ده اللي انا عايز اقوله للناس وعايز افهمكم. ده بس الحاجه الوحيده اللي مخلياني مش بقبل فيديوهات، مش بعمل اي فيديوهات، مش بعمل اي حاجه والسلام زي ما كنت بعمل قبل كده. لا، الدنيا وقفت خالص دلوقتي بسبب ان انا عايزكم تشوفوا حاجه حلوه، عايزكم تشوفوا فيديوهات حلوه، عايزكم لما اجي اتعب نفسي واقف قدام الكاميرا واعمل فيديو لازم يبقى حلو. بس دي الفكره كلها، مش هنقعد ننزل كل يوم فيديو زي ما كنا بنعمل. ده جميل وطبعا ده حاجه كويسه، لكن لما يكون كل يوم فيديو، كل يوم فيديو حلو، ده بيبقى اجمل واجمل. هنحاول نوصل للمحتوى ده، هنحاول نوصل للنوع ده، ولكن ده مش سهل تماما، ولكن هنحاول. يعني يوم ما هنوصل لحاجه زي كده هنكون جبنا المليون مشترك، مش 100,000 بس. انك تعمل كل يوم فيديو، كل يوم فيديو حلو، دي نصيحه لليوتيوبرز عامه. حاول تمشي دايما مع مستوى القناه بتاعتك، حاول تمشي دايما مع مستوى القناه، المستوى اللي انت بتاخده، الفلوس، مستوى مشتركينك، مستوى مشاهداتك، حاول تمشي مع الموضوع ده عشان تعليه، مش انك تعمل فيديوهات تقلله بس كده.
دي كانت حلقة النهاردة. أنا بس حبيت أدي النصيحة دي للناس اللي موجودة وأفهمك ليه أنا ما كنتش بنزل فيديوهات كتير زي الأول، وبس كده. شكرا جدا لك على مشاهدة الفيديو للآخر، وبس اعتبرها يعني دردشة ونصيحة، وإن شاء الله راجعين تاني فيديوهات كتير، ولكن يعني أخلص امتحانات يوم 21 الجاي وأشوف أنا شلت كام مادة وأرجع إن شاء الله. دولي يا جدعان إن شاء الله كده ما أشيلش مواد، الموضوع ما عادش في إيدي خالص، بس يعني دولي إن شاء الله تعدي على خير. وبس كده، شكرا جدا لك على مشاهدة الفيديو للآخر تاني، وأشوفك إن شاء الله في الفيديو اللي جاي.